إذا النتيجة النهائية هي هذه. نشوفوا الخبيزات، غادي نحاولوا نقطعوا شي وحده باش نشوفوا الداخل ديالها. إذا كي كنلاحظوا حنا ما كنبغيوش فيه اللبابة بزاف. إذا اليوم غادي ندير لكم العجينة نتاع الرجال. إذا غادي نبداو ندير واحد جوج معلقات ديال الخميرة العادية حبيبات، نديرو لها الماء، نحركوها مزيان، زيد يطلع الوجه، نعملو الباتور يديرو. إذا من بعد كندير لها واحد شويه ديال الفورص. إذا حنا نعجنو بالطحين ديال القمح، الطحين ديال الزرع بخالتو، ولكن هادي هاد الشويه ديال الفارينة كنديروه للتحضير ديال الخميرة، هي باش نحضرو الخميرة كيفاش تنتعش الخميرة. معليش واخا تبقى جارية خصها تبقى جارية باش تطلق الخميرة مزيان، باش من بعد باش غنديرو الطحين ديال القمح ديال الزرع راه غادي تجمع ديك الساعة، وغادي نديرو ديك الساعة نزيدو ولا نقصو القياس ديال الما اللي بغينا. إذا المرحلة الثانية كنزيدو واحد شوية ديال المعلقة ديال العسل، ندير واحد المعلقة ديال العسل في المنتعش، صغيرة غير شوية ديال العسل، غير راس المعلقة باش ينتعش هادوك لي شومبينيون تاع الخميرة ينتعشو. حركو حتى تيتخلط داك العسل مزيان، انت يبان لي بأنه باقي حبيبات. إذا غادي نخدم الباتور من الباطل باش شي تخلط مزيان. تنظن بانه دابا مزيان مخلط. إذا غادي نخليوها نغطيوها ونخليوها ترتاح، نغطيوها نخليوها ترتاح، نزيد في اليد ديال العجينة. إذا هنا غادي نطلع على الخميرة ديالنا نشوفو فين وصلت. إذا بدات تطلع مزيان الحمد لله مزيان، ممكن نزيدو نتسناوها شوية، يعني دارت لي بو لي شومبينيو خدامين مزيان. منساوش بأنه راه درنا الماء عادي حيت الحال حال سخون دابا، يعني كاينة تقريبا واحد 22 ل 24 درجة، دونك راه كافية للنمو نتاع هاد الباكتيري لي شومبينيو ديال الخميرة. حنا خصنا باش الخميرة تعطي لاغوم ديالها كتجي بحال الخميرة البلدية. غادي نديرو طحين اللي هو عبارة حنا تنديرو القمح، غير القمح بالبخالتو، تنديرو القمح بالبخالتو. يعني هاد العملية راه كنديرو فيها، ما تنديروش حنا الخميرة الملحة في العجينة. إذا ها الخميرة ديالنا هاي وجدت، يعني تلاحظوا البويقات
دليل على التفاعل ديالها. اذا غادي نديروها هنا الوسط، وغادي نرونوها، نجمعوها كاملة وغنشوفو الماء واش كافي ولا لا، والدقيق واش كافي ولا لا، يعني غادي نمشيو على حساب عيني ميزاني. نجمعها، إلا كانت جارية نزيدها شوية ديال الدقيق، إلا كانت قاصحة نزيدها شوية ديال الماء. شوف انا شبقى راه ماشي كندلك، راني هي كنجمع باش العجينه ديال الرجال راه ما تحتاجوش فيها الدليك بحال داكشي ديال العيالات، حنا هي كنجمعو. بعدين هنا كنلاحظو خاص شوية الماء نديروه، كنلاحظو العجينة ديالنا يعني هنا راه الخميرة يعني راه بابية، إيوا تنخليوها تعاود ترتاح. العجينة ديال الرجال كنمشيو غير مع الراحة، ونعاودو نتلاقاو من بعد. إذا بعد ما خمرات العجينة غادي نرجعو لها دابا، شوفو شوفو تبارك الله، يعني حنا كنا طلينا عليها من قبل، شفناها دابا غادي نجمعوها، هي كنشوفو كي خمرات تبارك الله، غادي نجمعوها، ندير واحد شوية كنقرصو بالحمامر إذا باش متلصقش. نحاول نجمعوها، اذا غادي نقسموها على حسب الخبيزات اللي بغينا على القياس اللي بغينا. اذا نديرو ربعة الخبيزات صغار، نديرو وحدة كبيرة شوية، لأن تتبان لي حتى هاديك سميتو.
ما تكراس نقرصوهم ديك الساعه تاكلوا هنايا. المهم هو النتيجة. هذه راه اللي كنديروا راه الحمامه اللي كنديروا من الفوق. غادي نقفلها شويه. نديروا صافيكم السوم من التحت. صافي كنعاودو نخليوهم يرتاحوا، لابد ان يرتاحوا. خلينا المره الاولى تقريبا واحد الساعه باش خمرات ولا ساعه وربع، ودابا عاوتاني غنخليهم تقريبا واحد نص ساعه بين ما يطلعوا مزيان عاوتاني، وديك الساعه ندوزوهم للفران، والنتيجه غادي نبينوها ان شاء الله فاش غيوجد الخبز. اذا بعد ما خمر بعد ما قرصنا خلاص، قبل ما نديروه في الفران كنشرطوه كنثقبوه كنرشوه بشويه د الماء. اذا النتيجه النهائيه هي هذه، نشوفوا الخبيزات غادي نحاولوا نقطعوا شي وحده باش نشوفوا الداخل ديالها. اذا كي كنلاحظوا هنا ما كنبغيوش فيه اللبابه بزاف، اذا هو هذا الخبز. هو هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.